سلامة تسألني إذا تقدر تزور طبيب الأسنان أثناء الحمل، وأنا أقول لك إن زيارته ضرورية. في الحامل تزداد عندها المشاكل في الفم، وبعض الهرمونات تغير طبيعة اللعاب في الفم وتزيد خطر التسوس، والقيء اللي طالع من المعدة بسبب التآكل. بين 60-70% من الحوامل عندهم مشاكل في اللثة، خاصة بين الشهر الثالث والسادس. و18% من حالات الولادة المبكرة سببها أمراض والتهابات اللثة، لأنها ممكن تنتشر في الجسم وتوصل للجنين. فيا سلامة، لازم دوم تراجعين طبيب الأسنان، وإذا عندك استفسارات بعد دكتور مجد بيجاوبك عليها. يا هلا يا سلام. في عدة أخطاء شائعة حول الحمل والأسنان، منها مثلاً أنه التخدير الموضعي بيأثر على الأم والجنين، وهالشي مش صحيح. وأكثر شيء الحوامل بيخافوا منه هو التصوير الأشعة، ولكن الأجهزة الحديثة بتقلل من خطر الأشعة الجانبية بنسبة 90%. بكل الأحوال بننصح بالزيارة الدورية لطبيب الأسنان ما بين الشهرين الرابع والسادس. وبالنسبة لمشاكل اللثة، ضروري متابعتها بعد الولادة للتأكد من الشفاء الكامل. وعساكم دوم بصحة وسعادة.